بس انا يعني عايزك تشرح لي كل حاجه في الالتيميت تيم بقى، وكل حاجه في فيفا 23 كلها. نبتدي اول حاجه في الالتيميت تيم اللي اصلا لسه بادئ جديد. هادي هادي كلها بيبدا جديد. ففهمني يا معلم بقى كل حاجه في الالتيميت تيم بقى، البطاطا اللي فيها وكل حاجه فيها. خلصانه يا برو، وريني يا معلم ايه ده بقى. دي حاجه اسمها فرقه الاسبوع، كل اسبوع افضل لعيبه في كل دوري. مثلا عندك فالفيردي كان منفجر في الدوري ابطال والدنيا، حطوا له بطاقه. معايا سون كان منفجر في الدوري الانجليزي، هو دي بروين حصلهم بطاقه. البطاقه دي بتزيد معاك لما بتجيبها ماشي. يعني انت مثلا فالفيردي يسقرك اكتر، ممكن يزودوا له مثلا نجمه سكيلز مثلا. اول حاجه انت النادي يعني بتاعك يعني كل لما بيتقرب اكتر بيزودوا يعلوه. ده النادي بتاعك. التشكيله تعبانه، ايوه انت لازم كله بيبتدي التشكيله تعبانه. هنا بتغير الفرقه بتاعتك، بتغير نظام اللعب. اللي هو التشكيل، يعني انا العب مثلا 4 2 او اي يعني كان بقى اللي في دماغي. وتحت يعني التكتيكات بتاعتك دفاعيه هجوميه مثلا. تمام. عندك راموس اعار لسه جايبين امبابي مثلا. لو عايز مثلا افتح عايز اعرف جوه الالتيميت ايه، يعني في فوت شامبيون ما اعرفش ايه الكلام ده كله، فانا عايز افهم مش عارف ايه بالظبط. دي حاجات كتير. ادي امبابي. امبابي الله الله امبابي حاجة بريك. واحنا بعد كده عشان ايه الناس تفهم وانا افهم عشان حمار. ماشي. ايه دي؟ دي حاجات بيطلبها منك، تحديات بيطلبها منك وبيديك قدامها جوايز. عندك ايه؟ جوايز يعني لعيبة ولا كوينات؟ كوينات وبيديك باكات. تفتح باكات والباكات دي تجيب منها لعيبة. جبتها منين دي معلش؟ تخش اول او شفت الهوم. شفت نيوز دي الاخبار. لازم تتابع برضو الاخبار اول باول. الامور دي يعني بيجيب فيها ايه بالظبط؟ ويشوف لك اللعيبه اللي نازله في التحديات الجايه. لعيب الاسبوع. تمام ماشي. ودي بقى التحديات دي لازم تعملها، دي كل اسبوع. بس المشكله اصلا ان انا نازل انجليزي، ودي مصيبه كبرى. هنزل لها ابديت عربي اكيد. اكيد. تمام. طب عايزين بقى نشوف الدنيا، يعني عايز مثلا افتح مثلا باك دلوقتي. تعالى افتح باك دلوقتي. في باك في عندي مجاني اللي هو الفريدة ولا باك الايكون اسمه ايكون؟ ايكون اللي هي اللعيبة القدام اوي زي روني والناس دي. طب وريني كده اديني مين؟ روني. حلو شغال. اعارة 23 ماتش. كويس. مكتوب فين 23 ماتش؟ مكتوبة تحت في الدايرة ازرق كده. وريالك اوكي كده بقى باين في الكلوب. في باكج تاني ولا في بس؟ واحدة كمان هنجيب واحدة كمان. طيب هنجيب واحدة تانية ماشي. حطوا هو مكان التعبان ده اللي هو الفيرود اللي فوق ده السيتي ده، بس ده كده بص عاملين تناغم مع بعض. تناغم مع امبابي هو اصلا ايه حوار التناغم ده؟ التناغم ده بتجمع بين الفرقه والبلد والدوري. انت تحط لعيب من نفس الفرقه ومن نفس الدوري ومن نفس البلد. تلات لعيبه بس؟ مش تلات لعيبه، ممكن تعمل الفرقه كلها من نفس الدوري. يعني عشان يبقى التناغم مظبوط كام لعيب يبقى موجود في البتاع؟ 11 لعيب بتوع. لازم كلهم نفس الموضوع؟ مش لا مش كلهم عادي. ممكن تشكل عادي بقى. بص عندك روني. طب انت ليه حاطه؟ انا متعجب ليه كده عليه؟ عشان لسه ما حطيتوش مركزه. المركز بتاعه. يعني عشان بقى الخطه الثانيه هنلعب بيها كده حلوه. لعبوا سي ايه؟ عشان اقسم بالله لعبت ماتشين خسرت 4 والتاني 6. الناس بقى عقليتها وبتلعب عادي. والله خسرت 4 اظن يا جدعان كنت بلعب بيس اصلا، فانا الفيفا ده مش لسه يعني ما تعمقتش قوي فيها. بس بصراحه منير انا قديمه يعني. شيك انت بتكسبني فيك عادي. تواضع تواضع. بس روني واخد الكيمست بتاعه 3. كامله. واد طلع فيا بشعري ده مش ماشي. انت بتدوس كده؟ بيقول لك بيشرح لك كل حاجه باسم اللعيب، طوله مواليد 2000 وكام. ار 3 ار 3 وما ينفع تبيعه او ما تنفعش تبيعه من هنا. شفت رقم واحد ويقول لك الماتشات اللي لعبها معاك. ايوه اهم حاجه تركز ان رجله ما اعرفش ايه والكلام ده كله، يعني كل حاجه عنه ويك فوت بتاعته والسكيل موف بتاعته وكل حاجه عنده يعني. تمام. اهم حاجه تركز على ايه؟ السكيلز. النجوم بتاعت السكيلز والويك فوت. وده الجهد. شفت قدم اللي بيلعب بيها اليمين او الشمال؟ شفت اللي فوقيها؟ ده حاجه اسمها الجهد في الهجوم وفي الدفاع. هو عنده ميديم اند ميديم، الاثنين ميديم. يعني امتيتي له ميديم، هو متوسط في الدفاع. يعني بيضغط وكده وفي الهجوم بلح. امتيتي اصلا بلعب مساك يعني، هو اصلا مش في محتاج الهجوم ان هو يلعب. راموس حلو. راموس الهجوم قوي فيه. والدفاع متوسط. طب عايزين برضو نعرف البطولات اللي جوه ايه. طيب يعني في مثلا هقول لك الاطوار ده. هل مثلا عايزين نفهم برضو الدنيا ماشيه على ايه بالظبط عشان تايه. انت بتبتدي عندك الفوت شامبيون اللي هي بقى
بتلعب 5 ماتشات عشان تتأهل للفوت شامبيون، وبعد كده تلعب 20 ماتش. يعني العب كام ماتش قلت لي؟ 5 ماتشات او 4 ماتشات. لازم تكسب، لازم تكسب من 2 النهارده، خسرتهم كلهم. لازم تكسب 2 على الاقل عشان تصعد تقريبا. بعد كده تلعب 20 ماتش الخساره بنقطه، والمكسب تقريبا ب 3 نقط او نقطتين مش فاكر. ماشي. وده انت بتجمع الفرقه بتاعتك وتقويها وتلعب انت كده الدوري درجه 10. الله اكبر. فين مكتوب فين عشان نبقى فاهم؟ ده درجه 10 ويقول لك بقى الفرقه بتاعتك. والله يعني هننزل عربي الانجليزي برضه مش قد كده فيه. بص كل ما بتزيد بيقول لك مثلا الجواز بتاعتك ايه. اهم حاجه عندك الاسم. كل لما بتصعد حاجه اعلى بتلعب اعلى، بتلعب اعلى الناس. اعلى الناس في اللعبه. والله ما ارحم حد. ابتدى انا جوايا غل ومش حل. اهم حاجه عندك الاس بي سي. اللي هو ايه بقى الاس بي سي ده؟ انت بتجمع لعيبه وتدخلهم في تشكيله وتبيعها، مش تبيعها، بيديك مكانها، بتبدلها مثلا بباك. هوريك ايه. فهمني. ماشي. كل واحد ايه مقفول؟ مقفول. مفتوح لك واحد بس. واحد بس. تمام. خد من الكلوب بتاعك النادي، خد مثلا لعيب انت مش محتاجه مثلا، هو مثلا اهو. تمام. دوس. مين ده؟ لاندروس ده ولا مين؟ عندك باك اب رونز. لسه بدري. باك برونز. اول باك اهي برونز كده كده. هي اهم حاجه فيها تلعب عشان تجيب لعيب. وعندك نظام السوق هنا. عارفش مين الواد اللي عندنا؟ كاسياس. جول كيبر. والله شبه كاسياس. مش كاسياس خالص. لا ده في حاجات بتشتري. ايوه الكوينات وال الفشابوينت. ده اللي معاه فلوس بقى. نيجي بقى كليته. لو انت هتبيع كليتك مثلا ممكن تجيب لك فرقه. ايوه احنا على قد حالنا فاهم انت. ايش طيب بيطلب بقى منك حاجات، مش يعني انت تجيب اي لعيب وتحطه. هو يبقى طالب مثلا من الدوري مثلا كذا، شفت على اليمين دي؟ هو بيقدم المتطلبات بتاعته. بتعمل المتطلبات بتاعته وبعد كده تخش تبعت اللعيبه تبيعهم. عندك روني كام؟ كام يوم يا عرا؟ 23 ماتش. حلو. منفعني. ما انا متخزق كده قدام على طول. ده انا والله لعبت ماتشين العيال مش قادره تجري. انت عايز استمرار في اللعب. انت كده بتعمل ايه بقى؟ بحاول احمل التحدي اللي هو عايزه. بس امبابي جميل شكله. عارف انت حاجه تفرح كده. تحس ان عندك فرقه. في عندك برضو الدريفت. ايه هو الدريفت ده؟ في دريفت اونلاين وفي دريفت اوفلاين. ده اللي هو ايه برضه؟ اللي هو انت بتدفع 15000 كوين وبتجمع فرقه 11 لعيب مثلا راموس على ميسي على كده، وخش تلعب مثلا الكمبيوتر 4 ماتشات. لازم تكسب ال4 ماتشات. اول ما بتكسبها يديك جوايز. لما تلعب اونلاين لعيبه مثلا باكات كوين. بس طول ما تعلل يعني مثلا ما تلعبش مبتدئ وتكسب، تكسبه ال4 ماتشات عادي. بس مش تاخد جوايز جامده. بتلعب على الاسطوري مثلا او المطلق بتاخد جوايز جامده. هو لازم تلعب على الستوري او المطلق عشان تاخد جوايز. وده دريفت اون لاين. ما بيضحكش عليهم في الحوار ده. خالص. طب هل ينفع غير الاسم اللي فوق اللي هو ريو؟ ينفع. ينفع؟ مثلا اسمي مثلا شيكا مثلا. ينفع؟ رينيم كلوب. رينيم كلوب. دوس. تمام. ودي شيكا. طب ينفع بس. بس ايش ايش بقى يعني شغال يعني فاهم؟ مش مهم جاجد اصلا مش مطلوب اكتر من 3 حروف اصلا. ايه اتعمل؟ اترستر. ماشي خلاص تمام. في بقى نظام الفولتا. ايه بقى اللي هو ايه؟ الفولتا. اللي هو الفولتا؟ بتلعب كرة صارات. يعني خماسي وكده يعني. خماسي. اسمه فولتا؟ فولتا. في اون لاين. وفي عندك الاوف لاين عادي تلعب مع مثلا اخوك مثلا كده. بس ده محلق ازاي؟ بحلك ازاي؟ قول كيو. بص انت كده كده خلاص، انت كده عندك اللعيبه. هقدرك بس عشان انت اختار شيرت ريال مدريد. الفرقه بتاعتك ايه؟ لسه تلعب شويه حلوين كده وتجيب كويس. عادي يابا هجيب يابا والعب واطلع وبتاع واعمل تحديات فاولات ده انا لسه ماشي تلبس ناس. مستر ليك حلو هنا. مستر
مستر ليج. طب ممكن نشرحها استاذ منير؟ نشرحها دلوقتي. مستر ليج ده عباره عن انك تبقى مانجر دي الفولت اللي انا كنت بقول لك عليها. وريان الفولت كده عشان فاهمين الدنيا ماشيه على ايه بالظبط. فدي برضو تقريبا في 22 صح؟ ايوه يا عم، هي يا عم حلوه دي. اختار شخصيه من الشخصيات دي. مثلا ناخد الشخصيه دي مثلا تسميها، بعد كده تخش مثلا الشعر بتاعك عايز يبقى ايه. اخترنا شعر ماشي، اختار مثلا اسم مثلا اي حاجه. كده كده اصلا انا مش هلعبها. فاهمين كده كل حاجه في اللعبه موجوده فيها ايه اصلا. عايزين نعرف برضو الماي كارير والكلام ده كله. بص دلوقتي دي استمانات بتقعد تملاها، مثلا انت عايز اللعيب بتاعك هجومي اكتر ولا دفاعي. مثلا خليه هجومي مثلا. نظام شفت الارقام اللي فوق دي بتاع اللي مكتوب عليها 7؟ دي العدد الاستمانات اللي معاك. مثلا ده كده هجومي بحت ماشي. عايزين بقى نعرف الحوار بتاع ماي كارير والكلام ده. هوريك دلوقتي ماي كارير ده بتاع اونلاين. التور ده بيبقى اونلاين، بتجمع مثلا 4 من صحابك وتخش تلعبها. تمام كويس. ده كده الفولت. طب هو فعلا في مالتي في الالتيميت؟ في مالتي في الالتيميت. ايه تاني؟ نيو كارير اهو. ده النيو كارير. تلعب اسكان لعيب او تلعب مدرب. ده لسه بقى جو اللود ولا ايه؟ ايه نزل لك التشكيلات بس. بقول لك نيو بلاير ولا مانجر هو مدرب؟ تلعب لمدرب وتختار مثلا فرقه وتدربها، لما تلعب لعيب مثلا وتلعب مثلا تبتدي مثلا فرقه ناشئه لحد ما توصل مثلا فرقه عالميه. يعني تبدا مثلا فرقه تختار مثلا اي مدرب. ايوه وبعد كده انت بقى تعليها مثلا اسمه انجليزي. طبعا بيقول لك ان هو تختار ايه تعمل تنشئ نادي ولا تختار نادي؟ لا اختار احسن. اختار مثلا مدريد. الوقت انت عايز مثلا يبقى معاك سيوله مثلا وانت بادي مثلا. والعمله اللي بتستخدمها الدولار ولا استرليني؟ استرليني ماشي. مثلا مليار تعمل فرقه نجوم عاليه وتنافس على البطولات. ماشي دي الصعوبه. الصعوبه خلاص دي صعبه دي. وفي بعديها برضو واحد كمان الليجن. النهار يقصد علينا. ماشي ده سهل يعني. ممكن بقى تختار الكاركتر بتاع من مدرب مثلا كارلو انشيلوتي مثلا تشافي. Gracias por acompañarnos hoy en el Santiago Bernabéu. Les Santiago Bernabéu. Les بتلعب بطولة على حسب الفلوس، كل ما فلوسها بتزيد كل ما بتبقى اصعب. مثلا انت تقابل تشيلسي وليفربول والكلام ده. انت تلعب بفريق ريال مدريد. لا والله كامله. ايوه طب كويس. تبيع بقى فيهم. عايز تجيب لعيبه. يعني فرقه كامله. فرقه كامله من الحكومه مثلا. ديفيد الابا روديجر. واللعيبه بتتطور معاك. دي كده تخش على الجيم بلاي. بس تدريبات للعيبة. انت عربي هترحمنا يا رحمة. ده الجدول بتاعك الفرقة اللي هتقابلها. ريال مدريد تشيلسي ليفربول معرفش مين اللي بعديها. الاسبوع بتاعك ده الاسبوع بتاعك يبقى ماشي ازاي لحد بداية الموسم. دول اكاديمية. ركز على الاكاديميه. الاكاديميه دي بتجيب لك لعيبه تشتريهم مثلا توديه اعاره. يبقى عنده مثلا ده عنده 17 سنه مثلا. المتوقع ليه يوصل لكام؟ هو 52 دلوقتي و51 اوفر. يوصل لاوفر 70. انت بقى هنا بقى بص هنا بقى ده انت بص بتحكم في كل حاجه. كورتو مثلا عايز تبيعه، عايز تجدد مع العقد. كونتراكت التطوير بتاعه. دي حاجه اسمها خطه التطوير. انت هنا لو لعيب اكتر من 30 سنه واكبر من 35 تخلص منها. لو مش تخلص منه بتعمل حاجه
بتعمل حاجه اسمها ايه خط التطوير اللي بتبطئ. وهنا الميزه بتاعتها مثلا لعيب كبير مثلا زي بنزيما لما كنت بلعب مثلا بيه موسم ريت بينزل كده الريتم بتاعه ينزل مثلا اوفر بتاعه مثلا من 90 مثلا ينزل مثلا لحد 80 ويعتزل. هنا بتعمل له خطه تحاول تقلل فرصه الاعتزال بتاعته وفرصه انه يقل. عندك بقى لعيب صاعد مثلا زي فينيسيوس وعندك دي اللعيبه الاعارات. عندك مثلا فينيسيوس تعمل له خطه بص كل حاجه ايه بتزيد. هنا مثلا هتزود عنده ايه السبرنت السرعه عنده الشوت مثلا فين الشوت هنا الفينشن والشوتنج واللونج باص وكده اللونج شوت ماشي. هنا هتزود التسديد هنا هتزود السرعه وهتزود التمرير ودي بقى دي بتخليه يزود كل حاجه بالراحه ما بتخليكش تطلع بسرعه. دي بتخليه يزيد بسرعه في حاجات معينه. عايز تجدد عقدك هنا عايز تبيعه عندك مثلا بنزيما هتاخد التطوير بتاعته ايه شايف بينزل مش ايه بنزيما كان طالع هنا نازل هنا بتحاول تقلله في حاجه مثلا دي هو بينزل بسرعه. انت بتعمل له خطه على قد ما تقدر ان هو ما ينزلش ايه ما ينزلش التسديد بتاعه بسرعه. اوكي كام مظبطينه هيلعب معاك كام موسم. دي الاكاديميه بتجيب لك اللعيبه مثلا عنده مثلا 17 سنه دخلوا اكاديميه مثلا طلع مهارة تبيعه ياخدوا خبره هو الاوفر بتاعه يبتدي 51 المتوقع يوصل له 70 مش مفضل ليك تاخده في ناس مثلا بيجي له مثلا اوفر مثلا 50 ممكن يوصل له 91 94 ده يشتغل على طول. الكشافين بقى مثلا عايز كشاف مثلا بيراقب على الدوري الاسباني مثلا يجيب لك لعيبه من الدوري الاسباني. عندك اسبورس يا باي خش دلوقتي اشترك فريق نجوم عالم لو محتاج معاك مليار سيوله. ليه مثلا انت لسه ما خدتش اصلا لعيبه ولا دورت عليهم هنا بتدور على اللعيب اللي انت محتاجه مثلا احسن نجيب مثلا امبابي اختار الدوري هتلاقيه غالي عادي هتخش تتفاوض معاه وتنزل معاهم في السعر. فين باريس باريس مثلا فين امبابي اهو سيكو طب في كام بقى نشوف دلوقتي طالبين في 160 مليون 160 ممكن تدفعها ده شرط ده بيبقى اسمه ده كذا جزء يعني مش كذا جزء بيبقى حاطط مثلا شرط جزائي مثلا لو كسرته تخش على اللعيب تشتري على طول ممكن تخش مفاوضات معاه ممكن تخش ممكن بصراحه بينفع من الجزم ممكن تاخده عاره لا 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 مثلا اخش مثلا اهو نفاوض معاهم ونشوف هيد وما يطلبوا معاك مبلغ في العادي مثلا هتدفع فيه كام مثلا و 100 قول مثلا 170 او 200 مثلا 200 ليه يا ابني ده اذا كان هو 163 ايه سفاح ايه سفاح نصر خليفي مش هيخليهم يبيعوه ممكن تدخل لعيب مثلا مكانه تبدله مثلا بلعيب وتنزل معاك في السعر هنا مثلا في نسبه مثلا لو عايز تحطها بس انت مش محتاج شوف هيقول لك ايه المفروض يوافق يعني لا هو طالب 200 مليون فيه فانت بتحاول تنزل معاه 208 208 قول له مثلا 200 لا كتير 200 188 يعني كده ينفعوك تجيب لعيب انت كده معاك الميزانيه بتاعتك مليار 198 شفت بينزل معاك لو ممكن تنزل معاه اكتر حلو 198 كده احنا جبناها خلاص لا انت لسه بقى تروح تمضي معاه وتعمل تمضي معاه العقد بس راح امضي معاه؟ اه هيجي لك على طول بقى تتفق معاه ياخد مثلا كام الراتب بتاعه هو مكتوبه تقريبا 195 هيقعد كام سنه معاه؟ ده بيقعد بص باشا وفي حاجه بيبقى اسمها ايه؟ انت مثلا جايبه يحسم لك يحسم في الفرقه ده يبقى اساسي ولا تخليه يقعد يبدل في الدكه مثلا يقعد معاك خمس سنين عقده بخمس سنين
عايز مرتب 400,000 استرليني و300 ده المحامي بتاعه بقى. اهو خلاص حلو 400. وفي هنا حاجه اسمها قانون اللعب مال نضيف. انت مش تخش يشتري السوق كله ويرفع عليك غرامات وقواضي. عايز ياخد على الجول 100,000. ليه يعني يا عم؟ يا عم 100,000 جنيه على الجول ليه يعني يا عم؟ 1000 جنيه ايه ده؟ بس الاسترليني يا باشا. ماشي اوكي اوكي يا سهل. فرحان كده فرحان. ما انت معايا بقى الجول. انا عامل ازاي؟ ريم دي على الكور. وايه ريم دي على الكور يا ابني؟ ايه ده فج ايه ده على فكره؟ عارف المدرب ده فكرني بمين؟ عارف شيمس اللي كان في دبليو دبليو اي؟ شبهه. هو دخل الجيم بقى وبتاع دي الفحوصات الطبي. صح فحوصات طبيه. طب لو عايزين نعمل بقى يا معلم اللي هو اللاعب بقى اللي بيحصل اللعيب ما جايلك دلوقتي ده كلام بيبي تيجي بقى نزح. تمام كده يا معلم احنا جبنا ايه؟ جبنا النبي وبتاع. لو ما عايزين بقى نعرف هتلعب مثلا بلعيب من نختار لعيب بقى وتختار جنسيته نفس الموضوع يعني ده ولا ايه؟ بس انت عارف ان دي مثلا ممكن تخش ريال مدريد على فكره عادي. تبتدي بقى تقلع نيو كارير. تمام لاعب لعيب ايوه ممكن تختار لعيب وانت عايز تعرف تشكيلتي في اي حته بس يعني ممكن تختار بول كيبر. تختار ممكن تلعب بلعيب ممكن تختار لعيب موجود اصلا ممكن تيجي انت لعيب. مثلا ممكن تختار مثلا بنزيما. ماشي هات لي الحكومة. ماشي تمام. ممكن تغير الدوري وكده. بنزيما كل الجهاز بتغيره في العدد ساعتي. بس دي عايزة ايه؟ عايزة شرح ابن جزمة. عايزة وقت كمان. وقت عايزة واحد فاضي يقعد. ورانا ايه؟ انا اعرف ولا ايه ده انا واكل 7 سجق هتموتنا. انا مش شايف قدامي اصلا. استمارات بالمهاره وكده. مش مهم كده. انت هتلعب بنزيما اللي هو فيرو. فيرو تلعب فيرو. تمام تلعب لعب واحد بس ما ينفعش تغيره تاني خلاص. ممكن تلعب الفرقه كلها. ما ينفعش تغيره. اهو بنزيما مثلا احنا مثلا ليستر سيتي في البطولات دي فما بتخش. في حاجه اسمها رضا للمدرب. لما بتقعد تطلع اداء وحش منك او ما بتاديش اصلا اداء في الملعب المدرب بيطلعك يدخلك دكه مثلا كده. لا والله هنقعد دكه لغايه لما نزهق. عادي هو كده بيجري الوقت لحد ما توصل مثلا لبدايه الموسم. فتبتدي تلعب ببنزيما. تمام. عايز تمشي من النادي مثلا ممكن تعتزل وتدرب. حلو ده. هتلاقي مثلا اول ماتش هتلاقي بص متخش هنا بتلاقي ايه حطك في التشكيله الاساسيه. هتلعب حطك في التشكيله الاساسيه. تخش كده تلعب جيم. هي دي اونلاين برضه ولا لا؟ اوف لاين. اوف لاين صح. مش عارف طبعا ايه انت اهو كده انت بتتحكم في لعيب واحد بس هو بنزيما في النص. غير الكاميرا عليه براحته وبتاع وانت بس بتتحرك في الحته بتاعت ال تمام البوكس بتاعك وبيقعد بيطلب منك مهمات. ده اللي طالبه منك انت توصل على ريتنج مثلا ما تخلص الماتش 7.5. يطلب منك ممكن يطلب منك تجيب جونين مثلا او 3 جوان تعمل اسيست. الاداب بتاعتك مهي. بس انت عايز تعمل كاميرا على المهاجم بتاعك تعمل. حلو حلو لذيذة. كده احنا قلنا كل حاجه في الفيديو ولا معظم الحاجات خلاص كده؟ كده معظم بس مش كلها. واحده واحده هتخلص وتكتشف كل حاجه. وكده يا رجاله كنا وصلنا اخر المقطع. اشوفكم في عز الجرس. انت عمرك تشوفني. شكرا يا عم. اهم حاجه اللايك. اهم حاجه اللايك. سلام يا رجاله. سلام.